أصبحت السياحة المغربية من أهم السياحة التي عرفتها مدينتنا، لذلك علينا أن نبذل مجهود في هذه السياحة والحفاظ عليها، فالفضل يرجع دائما إلى هذه السياحة. في إمكان تسوية الوضعية بين جميع المرافق الاقتصادية والاجتماعية بمدينتنا. Quand tu voyages, qu'est-ce que tu cherches dans une ville? Voilà. Tu cherches la caresse de la mer. قول لي اجي تشوف. زوينة هذيك البلازا بيجيت. هذه سبتة قدرة مش نشوفوها إن شاء الله. قدر نبداو بالفطور؟ لا تبتا كاينة بزاف الحوانات باش نتقداو. تقدينا يلا مش نتغدو. ودابا اللي تغدينا يلا مش نتبردو. يلا ونهار هذا دوزنا لا وبقى ما تسلاشي.